ديالنا اول مره تتاهلوا بجداره واستحقاق، وحنا الاولين في المجموعه. هادشي ما درناش صافي لونطون من 86، وتبارك الله على الركراكي، تبارك الله على وليداته، وتبارك الله على ياسين بونو ودرنا، وتبارك الله على كلشي نصيري حتى هوايا، تبارك الله على سفيان عمرابط، تبارك الله على اللعابه كاملين. ان شاء الله باقي مازال هذه البدايه، وباقي مازال وان شاء الله الكارت فينال ان شاء الله. غنشوفوا دابا هي الماتش ديال هادو لا تلعبوا مع الثمانية ان شاء الله. الى تزنا اللي جات مرحبا واللي جات بسم الله. منتخب اخويا فرحانين وفرحونا، وكنتمناو لهم احسن نتيجه جبها لنا. ما عمرنا شفنا بحال هذه النتيجه، وطلعوا للدور من دور المجموعات، وكنتمنى لهم الخير والله ينصر سيدنا وكديما مغرب. فرحانين الحمد لله بالتاهل هذا اللي ماشي ساهل، وكنشكر كاع اللعابه وكاع المغاربه في العالم كامل اللي ساندونا والعرب. وتحية الركراكي، وبغينا يولي رئيس الحكومة، تحياتي. جانا زوين الحمد لله في هاد المقابلة هادي، وفرحنا الماتش الأول الماتش الثاني، والحمد لله بينا يزيد من القدام مزيان إن شاء الله، وبينا الفرقات مزيان إن شاء الله، وبينا ديرنا شي كأس العالم إن شاء الله. تفرحنا وخاش عويهم إن شاء الله، بقاو زايين فيه وضاحكين ديما آسفين. وتبارك الله على الدراري ولاد الجروب، واخا حريه الجماهير المصريه، واخا شدوا لينا الدراري هاني ديما مغرب. منتخب اخويا شي حاجه بزاف، الدراري فرحونا بكل صراحه. هذا الربح هذا جابوه بجداره واستحقاق، وان شاء الله طايقين في هذه ليكيب هذه، وما كاين غير المنتخب والله يسر الامور اخويا. ديما مغرب مبروك علينا، مازال ان شاء الله غندوي كاس العالم.